السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي، مرحبا بكم في حلقة جديدة وفي إعلان جديد. وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات دايرة مباراة تضيف 97 منصب مهندسين وتقنيين متخصصين بعدة مدن مغربية يوم 19/6/2022، وآخر أجل لتقديم طلبكم يوم 27/5/2022. والمناصب اخواني كاين 47 مهندس دوله من الدرجه الاولى، وكاين 35 تقني من الدرجه الثالثه، وكاين 15 تقني من الدرجه الرابعه. بالنسبه اخواني الشروط ديال الترشيح وطريقه الترشيح والوثائق المطلوبه في كل تخصص وكل منصب غادي نشوفوه في هذا الفيديو هذا، وفي الاخير غادي نوريكم الطريقه كيفاش غادي تملؤوا الاستماره ديال كل تخصص لانكم غادي تدفعوا ليه في هذه المباراه هذه. واخر اجل لتقديم الطلب ديالكم 27/5/2022. وقبل ما نبداو اخواني في الشرح ديال هذه المباراه هذه ونوريكم الاعلان وطريقه الترشيح وطريقه ديال ملء الاستماره والوثائق المطلوبه، ما تنساوش تضغطوا على زر اللايك واشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بجديدنا. نبداو في الشرح. نبداو اخواني باول مباراه هي مباراه توظيف مهندسي دوله من الدرجه الاولى، والتخصصات اخواني من 11 تخصص كيف كتشوفوا اخواني: علوم تقنيه الانتاج النباتي، الانتاج الحيواني، البستانه، الهندسه المدنيه، الهندسه القرويه، وكاين الهندسه الطبوغرافيه، الهندسه التنميه القرويه، والهندسه البيانات، الاقتصاد القروي، الاقتصاد الزراعي، التنميه الاقتصاديه، الشبكات المعلوماتيه، تحسين المراعي والموارد الطبيعيه. يعني 11 تخصص اللي طالبين في توظيف او الموظفين ديال المهندس دولة. نشوفوا الآن إخواني الشروط لهذه الوظيفة هذه. إخواني تكون جنسيتك مغربية، تكون بالغ من العمر 45 سنة على الأكثر، يعني ما تجتاز ما تفوش 45 سنة، وتكون حاصل على شهادة مهندس دولة المسلمة من طرف المدارس أو المعاهد أو مؤسسات الجامعية الوطنية المؤهلة لتسليمها، وإحدى الشهادات المعادلة لها طبقا للمقتضيات التنظيمية الجالبة للعمل في التخصصات المشار إليها أعلى. يعني غادي نخلي لكم هذا الوثائق هذو أو هذا الإعلان باش تشوفوا هذه المعلومات كاملين، المقر وكذا وكذا، عدد المناصب في كل تخصص كيف كتشوفوا هنا في الجدول. بالنسبه اخواني لطريقه الترشيح راه تكون عبر الموقع الالكتروني اللي غادي نخلي لكم في صندوق الوصف، واللي غادي نشرح لكم الطريقه ديالو كيفاش غادي تسجلوا فيه، اللي هو concoursagriculture.gouv.ma، وفي الاجل الاقصى ديال 27 ماي 2022 على الساعه 4:30 بعد الزوال. والوثائق اخواني اللي غادي تحتاجوا في هذه الوظيفه هذه لمهندس دوله من الدرجه الاولى، غنحتاجوا اخواني السيره الذاتيه، يعني تحميل الصوره للمترشح ويبين فيها الرقم الهاتف النقال والعنوان الالكتروني، نسخه من بطاقه التعريف الوطني، ونسخه من دبلوم في احد التخصصات المحدده في الجدول اللي شفنا، نسخه من قرار المعادله الجامعيه الصادر عن وزاره التعليم العالي بالنسبه للمترشحين الحاصلين على شهاده مسلمه من طرف جامعه اجنبيه او على شهاده مسلمه من طرف مؤسسه التعليم العالي الخاص المعتمده في هذا التخصص. بالنسبه لاخواني بعض الملاحظات الهامه هنايا، بالنسبه لاخواني الارسال الاستدعاء للمترشحين المدعوون، الناس اللي هما اجتازوا اللي غادي يجتازوا الاختبار الكتابي والشفوي، راه غادي توصلهم الاستدعاء في البريد الالكتروني اللي غادي تسجلوا به. وبالنسبه اخواني للاختبار الشفوي بالمصالح، غيقوم بالمصالح مديريه الموارد البشريه بالرباط وبالمركز اخر عند الاقتضاء، وغادي تعلن اللوائح ديال المترشحين المدعوين لاجتياز المباراه واللوائح الناجحين في الاختبار الكتابي، وكذلك اللوائح الناجحين بصفه نهائيه في الموقع الالكتروني للوزاره والبوابه الالكترونيه لمديريه الموارد البشريه rh.agriculture.gouv.ma، او على الموقع الالكتروني www.emploi-public.ma، وكتعتبر هذه اللوائح بمثابه استدعاء. بالنسبه اخواني للمباراه لتوظيف تقني من الدرجه الثالثه، واللي هما طالبين تخصصات، اربعه ديال التخصصات هي تربيه الحيوانات المشترات، تدبير واتقان الموارد المائيه الهيدروليك القرويه والري، وتدبير المقاولات الفلاحيه والصناعات الزراعيه والغذائيه. وكتشوفوا اخواني هنا المقرات ديال التعيين ديال هذه التخصصات والعدد المناصب على حسب كل جهه في المغرب. بالنسبه اخواني للشروط ديال الترشيح لهذا التوظيف او للمباراه ديال التوظيف ديال التقني من الدرجه الثالثة، خاص تكون مترشح من جنسية مغربية، تكون حاصل على دبلوم تقني متخصص في التخصصات أو الشعب المطلوبة حسب الجدول الأعلى المسلمة من طرف إحدى مؤسسات التكوين المهني، يكون بالغ من العمر ما بين 18 سنة على الأقل و 40 سنة على الأكثر. بالنسبة إخوان لطريقة الترشيح كيف العادة، الترشيح غادي يكون عبر البوابة الإلكترونية اللي غادي نحط لكم في صندوق الوصف، واللي غادي نشرحها لكم في آخر الفيديو، اللي هي concours.agriculture.gouv.ma، في أجل أقصى 27 ماي 2022 على الساعة
الرابعه والنصف بعد الزوال. بالنسبه اخواني الوثائق المطلوبه سيره ذاتيه كتحمل الصوره المترشح ويبين فيها رقم الهاتف النقال والعنوان الالكتروني، كذلك نسخه من بطاقه التعريف الوطنيه، نسخه من دبلوم تقني متخصص مسلمه من طرف احدى معاهد التكوين الفلاحي او مؤسسات التكوين المهني او احدى الدبلومات المعادله طبقا للمقتضيات النظاميه الجاري بها العمل، مصحوبه بنسخه من قرار المعاهده. بالنسبه اخواني للمباراه لتوظيف تقني من الدرجه الرابعه اللي هي كتطلب التخصصات في هذا المجال او لهذا التوظيف، اللي كتطلب ثلاثه ديال التخصصات: الزراعات المعتمده وتربيه المواشي والمكنه الفلاحيه التجهيزات الفلاحيه والبستنه. المباراه اخواني راه كيطلبوا 15 منصب من بين هذه المناصب فيها ثلاثه ديال التخصصات. وبالنسبه اخواني الشروط ديال الترشيح، تكون عندك جنسيه مغربيه وتكون حاصل على الدبلوم التقني في التخصصات او الشعب المطلوبه حسب الجدول الاعلاه المسلمه من طرف احدى مؤسسات التكوين المهني. وبالنسبه اخواني السن، تكون ما بين 18 سنه و40 سنه على الاكثر. وبالنسبه للطريقه ديال الترشيح، غتكون عبر البوابه الالكترونيه concours.agriculture.gouv.ma في اجل اقصى 27 ماي 2022. وبالنسبه اخواني للوثائق المطلوبه بالنسبه لهذه المباراه هذه ديال تقنيين من الدرجه الرابعه، تكون عندك السيره الذاتيه سي في ديالك يحمل الصوره للمترشح ويبين فيها الرقم ديال الهاتف النقال والعنوان الالكتروني، ونسخه من البطاقه التعريف الوطني، ونسخه من دبلوم تقني مسلم من طرف احدى معاهد التكوين الفلاحي ومؤسسه التكوين المهني او احدى الدبلومات المعادله تبقى للمقتضيات النظاميه الجاري بها العمل، مصحوبه بنسخه من قرار المعادله. بالنسبه اخواني للطريقه ديال تقديم الترشيح لهذ المباريات، راه غنخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. هذا هو الموقع ديال مديريه الموارد البشريه القطاع ديال الفلاحه، هنا غادي نحط لكم الرابط في صندوق الوصف، تضغطوا عليه وتدخلوا مباشره لهذا الموقع وتضغطوا على طلب الترشيح بهذه الطريقه اخواني. بعد ذلك غادي تبان لكم هذه الرساله، غديروا تضغطوا على هذا المكان وديروا التاكيد في هذه البلاصه. بالنسبه اخواني لهذا المكان هنا، راه غيبان لكم المناصب، يعني المنصب ديال التقني من الدرجه الرابعه، وهنا غتلقى الاختصاصات ديالو، كل درجه كل منصب والاختصاصات ديالو. هنا المنصب ديال التقني من الدرجه الثالثه، هادو المناصب ديالو اللي كاينين. وهنا بالنسبه للمهندس دوله من الدرجه الاولى، راه كتلقى المناصب ديال هذا او التخصصات ديال هذا المنصب ديال مهندس دوله، اللي انتم كتختاروا المنصب اللي بغيتوا على حسب التخصص. راه كتلقاو امام هذا كل المنصب كتلقاو الاعلان، هنا الاعلان على المباراه، يعني كتقراوا ذاك الاعلان اللي اوريتكم الان اللي هو هذا، يعني هذا الاعلان هذا اللي شفتو في الاول، اللي الا بغيتو راه كتكليكيو على اعلان المباراه، والا بغيتو تطلبوا او لا تملؤوا الاستماره كتضغطوا على طلب الترشيح. هنا بالنسبه للتقني من الدرجه الرابعه، وهنا بالنسبه للتقني من الدرجه الثالثه، وهنا بالنسبه لمهندس دوله من الدرجه الاولى، كتهبطوا لتحت وكديروا طلب الترشيح. مثلا حنا غادي نختاروا التقني من الدرجه الرابعه على سبيل المثال، نضغطوا على طلب الترشيح بهذه الطريقه. وكيف كتشوفوا اخوان التخصصات ديالهم هادو، نضغطوا على طلب الترشيح على سبيل المثال، وغادي يبان لنا مباشره بعد ذلك دومون دانسكريبسيون، يعني تسجيل في هذه المباراه. بالنسبه اخواني للتسجيل في هذه المباراه، حاولوا ما امكن انكم تدخلوا المعلومات ديالكم الصحيحه 100%، الاسم العائلي الاسم الشخصي باللغه العربيه هنايا، وهنا الاسم العائلي والاسم الشخصي باللغه الفرنسيه. بعد ذلك اخواني هنا غندخلوا الرقم ديال لاكارت ناسيونال، هنا غندخلوا الجنس ذكر او ذكر او الانثى، هنا غندخل نخليوها ناسيوناليتي ماروكين، وهنا ليو دنيسونس يعني المكان ديال الازدياد، فين تزاديتي، يعني ماشي من الضروره انك غتلقى المكان فين تزاديتي، يقدر انك تلقى المدينه اللي قريبه لك اللي فاش تزاديتي. مثلا تزاديتي مثلا في شي مكان مثلا قريب للدار البيضاء، كدير هنا الدار البيضاء على سبيل المثال. هنا بالنسبه لهذا المكان هنايا، كدير تاريخ الازدياد ديالك بهذه الطريقه اخواني، وهنا كدير سيتياسيون فاميليال، واش انت سيليباتير ديفورسي ولا ماريي ولا فيف، يعني على حسب الحاله العائليه ديالك انت. بالنسبه لهنا كدير يعني لادريس ديالك هنا باللغه الفرنسيه، وهنا لادريس ديالك باللغه العربيه، يعني هاد لي زادريس اخواني ديروهم اللي كاينين في لاكارت ناسيونال، لادريس اللي كاين في لاكارت ناسيونال كتكون باللور، كتاخذوها وكتكتبوا هذاك لادريس هنايا باللغه العربيه وهنا باللغه الفرنسيه. بالنسبه اخواني للكتابه باللغه العربيه، راه كتكتبوا بهذا الكلافي هذا اللي حاط اللي دايرين لكم في هذا المكان. بالنسبه اخواني لهنا البروفانس، يعني العماله، اش معامله عندكم، يعني كتختاروا هنا العماله، راه كلهم كاينين في هذا المكان هنايا. بالنسبه اخواني اللوكاليزاسيون اللي كديروا اخواني، مثلا العماله مثلا ديال كازابلانكا، راه كيعطيكم هنايا اللي كاينين كلهم في كازا، يعني هنا اللوكاليزاسيون المكان اللي تابع لهم هذه العماله هذه، مثلا غنديروا بهذه الطريقه هذه. هنا كديروا نمره التليفون ديالكم اللي هي خدامه، يعني الشخصيه ديالكم، وهنا كديروا الايميل ديالكم، وهنا كتعاودوا الايميل بنفس الطريقه
مثلا غادي نديروا نفس الطريقه الايمان، غادي نعمر هذه المعلومات هادو اخواني وباش نمروا للمرحله الثانيه. هنا بالنسبه ملي عمرنا المعلومات كاملين اخواني غادي نمروا للمرحله الاخيره اخواني، هنا المرحله الاخرى. هنا بالنسبه لهذا المكان الكاتيجوري سبيسيفيك، هنا بالنسبه للناس اللي هما المعاقين، وهنا لي زونسيان كومباتا ولا بيبلي دو لا ناسيون، يعني الناس اللي هما في العسكر او لا مكفوفين للامه. الا كنتي من هاد الاختيارات كتكون شي واحد في هادو، الا ما عندك حتى شي دخل في هادشي هذا خليه ماشي مهم. بالنسبه اخواني هنا السبيسياليتي، احنا اختارينا سبيسي، اخترنا التقني من الدرجه الرابعه. وكيف شفتوا التقني من الدرجه الرابعه راه كاينين فيهم ثلاثه ديال التخصصات ديال الزراعه المتعدده التربيه، وكاين المكنه وكاين البستنه، واللي غادي نختاروا هنا في هذا المكان راه نفسه يعني ثلاثه ديال التخصصات كيف كتشوفوا هنايا نختار وحده فيها. مثلا نختاروا هنايا بوليكولتير اليفاج، وهنا اخواني غنختاروا مثلا ديبلوم، يعني ديبلوم دو تكنيس، يعني اختارين حنا تقني. وهنا في هذا المكان غادي نكتبوا الاسم ديال اشنو مكتوب، سميت الديبلوم، الديبلوم ديالك الفوق اشنو مكتوب فيه، يعني التخصص ديالك نكتبوا هنا باللغه الفرنسيه مثلا على سبيل المثال. نكتبوا مثلا الديبلوم ديال مثلا بوليكولتير مثلا بحال هكا اليفاج بالطريقه هذه، وهنا غادي نكتبوا باللغه العربية هنا في هذا المكان. مثلا نكتبوا هنايا الزراعات الشكل هذا اخواني بهذه الطريقة. انتوما شوفوا الدبلوم ديالكم، هذا غير مثال، شوفوا الدبلوم ديالكم اش مكتوب فيه، كتبوا باللغة الفرنسية الفوق وباللغة العربية كتبوا لتحت. وهنايا السنة فاش خديتي الدبلوم، اش السنة فاش خديتي الدبلوم، كان جينا مثلا كندير الدبلوم مثلا خديته في 2020 في شهر 12 مثلا، في شهر 5 في 12. وهنا كتختاروا اخواني الدبلوم واش هو ناسيونال ولا ايترونجي، واش خديته وطني في المغرب ولا خديته برا المغرب، الأغلبية كتكون في المغرب. وكيعطيك كيقول لك هنا التيب ديال الدبلوم واش هو بيبليك ولا بريفي، واش هو هاد المدرسة فاش قريتي واش هي يعني خصوصية ولا عمومية. مثلا حنا كنديرو بيبليك بهذه الطريقه هذه، ملي كنديرو بيبليك راه كيعطينا لي زيتابليسمون كاملين في هذا المكان، فينا ايتابليسمون قريتي يعني ما كايناش في هذا البلاصه كندير اوتر، وكتكتب سميه ديال ليتابليسمون الا ما لقيتيهاش في هذا المكان. مثلا حنا مثلا قرينا في اغريكولتور دو شاويه ولا مثلا ديال اغريكولتور دو تيفلت، مثلا نديرو تيفلت بهذه الطريقه هذه ونكتبو الا ما كاينش في هذا المكان دير اوتر، وكتب ليكول ولا ليتابليسمون هنا باللغه الفرنسيه كتبها في هذا المكان. مثلا حنا نختار مثلا هذه. بالنسبه اخواني لهذا المكان ديال هنا بالنسبه لاكتيفيتي اكتويل، هنا بالنسبه لاكتيفيتي اكتويل واش انت اون ستاج دابا في الحاله ديالك دابا، انت واش انت في ستاج ولا خدام في شي شركه ولا انت كتكتبها في هذا المكان، ني ماشي مهمه انك تكتبها هي كنتي خدام ولا ما خدامش في شي مهم، لان هذا المكان ماشي شي حاجه ضروريه، الضروري هما المكان اللي كتلقى فيهم نجمه حمراء هما اللي ضروريات. بالنسبه لهنا كيقول لك واش انت فونكسيونير وي ولا نو، واش انت موظف في شي اداره نعم ام لا، مثلا ما كنتيش موظف ولا كدير نو. هنا كدير الشركه فاش دوزتي ستاج، مثلا نديرو شركة فاش دوزنا ستاج هنا شركة الأولى مثلا، وهنا شحال من شهر دوزتي في هاد الشركة هادي، مثلا كدير مثلا دوزت مثلا 3 شهور، وهنا مثلا شركة أخرى مثلا دوزت فيها مثلا شهرين، وهنا شركة أخرى مثلا دوزت فيها مثلا 4 شهور، وهكذا. ملي كتكمل هاد المعلومات كاملين كتأكد أن المعلومات صحيحين 100%، بعد ذلك كدير سويفون بهذه الطريقة إخواني، وكتظهر لك هاد الميساج هذا كنديرو بهذه الطريقة هادي، كنشوف هاد الكاز هادي ونديرو كونفيرمي باش نمرو للمرحلة الثانية. بالنسبة إخواني للمرحلة الثانية هي ديال الفيريفيكاسيون، كنعطيو لكم هاد البلاصة هادي باش تفيريفيو المعلومات ديالكم واش هما صحيحين ولا لا، كاين شي خطأ كتحاول تضغط على موديفيكاسيون باش يرجعك للمكان باش دير نتايا التعديل ديالك إذا كان هناك شي خطأ. وإذا ما كانش شي خطأ أنك تمر للمرحلة الاخيره، وهنا كتختار المكان اللي غدوز فيه ليكزام. يعني كاين هنا 4 الاماكن اللي كاينين في المغرب كامل، كاين اكادير مراكش مكناس والرباط، انت كتختار الاقرب ليك للمكان فاش كتسكن. مثلا انت كتسكن مثلا قريب الاكادير، يعني كدير اكادير كنتي قريب لمراكش في النواحي ديال مراكش كدير مراكش، كنتي قريب في النواحي ديال مكناس كدير مكناس، وكنتي قريب في النواحي ديال الرباط كدير الرباط. مثلا شخص مثلا قريب لمراكش كاين في النواحي ديال مراكش كندير مراكش بهذه الطريقه، يعني انت كتختار المكان فاش غدوز الكونكور. بالنسبه للمرحله الاخيره اخواني هنا لي بيس جوان، يعني لي دوكيمون ديالك لاكارت ناسيونال سي في او ديبلوم. وبالنسبه لهاد الوثائق اخواني ما تحاولش انك يفوتوا 800 كيلو في كل بيس، يعني في لي بيس. هنا بالنسبه لاكارت ناسيونال غادي نرفعوا لاكارت ناسيونال، هنا لاكارت ناسيونال اخواني تكون من جهتين، يعني من جهتين تكون في فاس واحد، يعني تسكانيها وتحطها في واحد لافاس، يعني الجهتين في واحد لافاس، وتكونفيرتيها بي دي اف ونرفعها في هذا المكان بهذه الطريقه اخواني. هنا بالنسبه للسي في ديالنا بهذا الشكل هذا، السي في ديالنا غنحطو تا هو بهذا الشكل هذا،
وهنا بالنسبه للديبلوم، الديبلوم ديالنا حتى هو نفس الطريقه بهذا الشكل، بهذه الطريقه اخواني. بعد ما اننا رفعنا المعلومات ديالنا لاكارت ناسيونال، السي في والديبلوم، نضغطوا لا جو سوي با ان روبو بهذه الطريقه اخواني، الكاباتشا. بعد ذلك نضغطوا على بوستولي بهذه الطريقه. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.